وربي ما كيرد حتى شي واحد ومجيب للدعاء دائما. حسبنا الله ونعم الوكيل. بعد الحكم على سعد المجرد بست سنوات في محكمة باريس، أشرف حكيمي يكشف عن مفاجأة. تابعوا التفاصيل. تداول العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي بعض من أخبار تفيد تعاطف الدولي المغربي أشرف حكيمي مع الفنان سعد المجرد بعد الحكم عليه بست سنوات وتغريمه قرابة 400 مليون سنتيم مغربية. وترجع تفاصيل هذه القضية إلى عام 2016 بعدما اتهمت فتاة فرنسية تدعى لورا سعد بالاعتداء عليها، وتم تبرئته قبل أن تعود تفاصيل القضية وتطفو فوق السطح في أيام القليلة الماضية. ادعى نشطاء الفيسبوك أن نجمنا بكثر من 7 سنين الحبس جنائيا بسبب الجريمة اللي لصقت فيه وتبتوها عليه صحابي الحال. قال لك دار شي حاجة خارج النطاق الشرعي وسلخ شي واحدة بالضبط. هو في الأغنية ديالو قال اتلعب عليه العشرة ما يعودش الهضرة، ولكن لعبوها عليك أخي سعد والله العظيم. فرانسيس والله ما كدوز عليهم، والله اطلق سراحك أخي سعد. وبعض المصادر كتقول أن أشرف حكيمي تواصل مع المحامي الشخصي ديال سعد المجرد، قال له هو مستعد يدفع الملايين باش يخفوا من العقوبة ديالو ولا خرجوه براءة. واش قالها أشرف حكيمي؟ ما نعرف. بعض المصادر كتقول قالها وتواصل مع المحامي سريا 100% يكون قالها والله العظيم، ولكن يا ربي يكون هذا الخبر صحيح، حيت أشرف حكيمي رجولة لا في الملعب لا في الواقع لا مع ولاد بلاده، وعلى الله نشوفوا سعد المجرد في الحرية. راه والله ما عنده الزهر، وقيل أكثر من 8 سنين هو تحت المراقبة المستمرة من طرف فرنسا وممنوع يخرج من البلاد، وعلى الله يديرها أشرف حكيمي ويديروها جميع اللعابة المغاربة. شكرا على الصبر ديالكم، والله يصبرنا جميع، وان شاء الله غادي تدوز، ان شاء الله غادي تدوز وتشبتوا الله وما يكون الا الخير. انه العمل في الله كبير، انه اللي وقت به يقول يا الله ويترجى الله، وربي ما كيرد حتى شي واحد ومجيب للدعاء دائما.